على هذا التنظيم الرائع والأكثر من رائع، والذي ينطلق في جميع ميادين الدولة وبنفس الساعة على بركة الله وتوفيقه. تعلن أول الانطلاقات والشوط الأول الخاص بالأبكار الثنايا المحليات الأصايل، أيضا تأتي في المركز الأول والمقدمة الأولى سلطانة لمحمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، يقدم لنا سلطانة على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يأتي سلطان بن حمود اليحافي الذي يقدم لنا هذا الاسم وهذه الانطلاقة مع مهمة. سلطان بن حمود بن علي اليحافي يأتي بهذه الاندفاع القوية على المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث والوصول في ثالث المراكز والدخول مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، من القادم ومن الواصل في هذه اللحظات في هذه الاندفاعات. شعار بن دري يتقدم ويصل في هذه اللحظات من خلال طوع منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، خذ المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، مزون بخيت بن علي بن محمد بن ملاح يتقدم المنصوري ويقدم لنا مزون. مزون الخير وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. المركز الخامس، من الواصل في المركز الخامس؟ القدوم ايضا من شرودي خليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري، يقدم لنا شرودي على المركز الخامس. المركز السادس، القادمة سمحة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصلت سمحة، والمجازف ايضا يقدم لنا انطلاقة سمحة. هذا الشعار انتظروا في جائزة زايد الكبرى والمهرجانات القادمة بإذن الله تعالى. الوصول أيضا من غالية فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي، يصل في هذه اللحظات ويقدم عالية، بينما الوصول من العين سالم بن حمد بن دري الفلاحي. مرحبا يا أبو حمد بهذه الطلة الجميلة وهذه المشاركة في بداية هذا الموسم في عاصمة الميادين. يتقدم بشعاره ويقدم لنا العين، العين وسر العين مع بن دري. يأتي في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مقدما لنا العين، بينما الاسم القادم الوثبة لمحفوظ بخميس بن علي لي نيبي، وصل بو ناصر، وصل بو ناصر. ويتقدم ايضا في هذه اللحظات خليفة بن سلطان بن رشيد، يقدم لنا بشاير، بشاير الخير. تصل في هذه اللحظات يتقدم شعار الصقار من الزاوية الاخرى لياتي هناك مع الغزيل لاحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، وصلت في هذه اللحظات مرعوشة سعيد بن يابر بن عبد الله. يصل بو حمدان ويتقدم ايضا الشقي ويقدم لنا هذا الاسم من خلال هذه الأسماء القوية والعملاقة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول والمقدمة الأولى. مهمة سلطان بن حمود بن علي اليحافي بدأ يغير مع مهمة على المركز الأول والصدارة الأولى والانفراد الأول، بينما سلطان في المركز الثاني. محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، وصل بن ملاح يتقدم مع مزون بخيت بن علي بن محمد بن ملاح، يأتي مع مزون. وصل الطوع، وصل الطوع على المركز الرابع، يتقدم بن دري. يأتي منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، يقدم لنا طوع. هذه الأربع المراكز الأولى، الكبار والرقص يحلو مع الكبار. القادمة سمحة، وصلت سمحة، يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما الوصول من الشامخة سالم بن محمد بن راشد المزروعي. أول نداء للشامخة ما يبنالها طاري، ما يبنالها إذاعة إلا في هذه اللحظات بعد انتصاف المسافة. وأيضا هناك شعار لنيبي
القادم من الزاوية الأخرى مع الوثبة محفوظ بقميص بن علي الينيبي يتقدم بناصر، وهذه ضيفتنا العزيزة غالية فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي يتقدم مع غالية اللي وصلت خذت المركز الثامن. في هذه اللحظات مرعوشة تأتي بالمركز التاسع لسعيد بن يابر بن عبد الله، والمركز العاشر العين يتقدم شعار بن دري ويصل سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما لنا العين. وانطلقت العين على المركز العاشر. هذا النداء مشاهدين الأعزاء مهمة على الصدارة، مهمة على المركز الأول والاندفاع الأول. يتقدم سلطان بن حمود اليحافي يأتي في الصدارة الأولى وفي مهمة صعبة مع مهمة بدأت الأسماء وبدأ الطوع أيضا القادمة لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. يتقدم بن دري ويصل مع طوع، قدومها قوي وأدائها مميز وشكلها جميل ما شاء الله. سمحة القادمة وبن زيتون، بن زيتون وصل أيضا، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يصل في هذه اللحظات ومقدما لنا سمحة. بدأت أيضا تلفت الأنظار، بدأت تلفت الأنظار وعصاتها فبطانها بدون أي كلام، عينها على المقدمة ضارية على المركز الأول، وأيضا مالكها يعرف المركز الأول. الوثبة في المركز الرابع أيضا محفوظ بخميس بن علي الينيبي، بينما المركز الخامس فهد بن حصين بفهد الرمزاني النعيمي مع غالية وصل في هذه اللحظات وتقدم مع غالية. وصلت الشامخة سالم بن محمد بن راشد المزروعي يصل مرعوش على أيضا المركز السادس لسعيد بن يابر بن عبد الله بن محمد يصل على المركز السادس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هذه الاندفاعات القوية، ولكن الصدارة سمحة غيرت الصدارة، سمحة غيرت المركز الأول أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يلا يا أبو سعيد، يلا يا أبو سعيد، هذه السنة غير يا بن زيتون، روح والرب داعي لك. مع المقدمة والصدارة والمركز الأول يقدم لنا سمحة، يتقدم هناك محمد العتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني مهمة سلطان بن حمود اليحافي، المركز الثالث غالية أيضا فهد بن حصين بن فهد النعيمي يصل على المركز الثالث في هذه اللحظات. هذه الثلاث المراكز الأولى. الوثبة أخذت المركز الرابع لمحفوظ بخميس الينيبي، المركز الخامس الوصول أيضا من اللي هي الشامخة سالم بن محمد بن راهد المزروعي. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، معدل السرعة 45 كيلومتر في الساعة. يا سلام، بدأت السرعة مهمة وسمحة. سمحة بن زيتون على المركز الأول، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء المميز. هذه سمحة في المركز الأول وسمحة في الصدارة الأولى والعصا في الأبطان، بينما مهمة أيضا عصاتها في أبطانها في المركز الثاني. سلطان بن حمود بن علي اليحافي يتقدم من خلال وتواجدي أيضا مهمة. سمحة على الصدارة والسبق بين الثنتين والفوز بين الثنتين، ولكن سمحة على مقدمة هذا الشوط محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بدأ يسير وجولة الأوامر الخفيفة والطفيفة مع الأربعمائة متر الأخيرة. إذن سمحة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هي من تفوز بأول الأشواط، هي من تنفرد بالشوط الأول. تهانينا منذ هذه اللحظات لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز سمحة بالمركز الأول وانتزاعها لأول أشواطنا في الأسبوع الرابع من خلال هذا التواجد. تهانينا لك يا بن زيتون، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لحظات الوصول إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز والانتصار. تهانينا على فوز سمحة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني وصلت فيه مهمة سلطان بن حمود بن علي اليحافي، والمركز الثالث وصول في ثالث المراكز أيضا غالية فهد بن حصين بن فهد النعيمي. المركز الرابع وصلت فيه أيضا العزرة لياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي. المركز الخامس فاجأتنا العين لسالم بن حمد بن دري الفلاحي. تهانينا والناموس على هذا
الفوز والانتصار الجميل الذي قدم من خلاله سمحة. تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا على هذا الانتصار. لحظات الوصول 9:22، 9 أجزاء من الثانية. سمحة محمد العتيق بن زيتون المهيري، المركز الثاني مهمة. سلطان بن حمود اليحافي 9:24، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مهمة سلطان بن حمود بن علي اليحافي. المركز الثالث غالية، تهانينا لفهد بن حصين النعيمي على فوز غالية ب 9:32، 3 أجزاء من الثانية. فهد بن حصين بفهد الرمزاني النعيمي. أيضا هناك المركز الرابع 9:32، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير من أرضية عاصمة الميادين لسباقات الهجن ليوم خصص لسنة هجن أبناء القبائل عبر قناة ياسر الرياضية، حيث من تتابعون ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الثاني في تعداد هذه الأشواط.